لقمان بن العبري في صفحة 251 يقول في سنة 637 هجري جهز السلطان غياث الدين جيوشا إلى أرمينية، فامتنع المغول من الدخول إلى بلد الروم. لاحظ هذه من ردود فعل المغول لما يجدون القوة المقابلة كما حصل مع الفرنج، فامتنعوا عن مهاجمتهم. وهنا أيضا لما جهز السلطان غياث الدين جيوشا إلى أرمينية يقول امتنع المغول من الدخول إلى بلد الروم. وفي سنة 640 والكلام لابن العبري يقول سار السلطان غياث الدين كيخسرو السلجوقي إلى أرمينية في جمع كثيف وجهاز لم يتجهز أحد مثله في عساكره وعساكر اليونانيين والفرنج والكرج والأرمن والعرب لمحاربة التتار، فالتقى العسكران بنواحي أرزنكان بموضع يسمى كوساذاغ، وأول وهلة باشر المسلمون ومن معهم الجيوش النصرانية الحرب، وذهلوا وأدبروا وولوا هاربين. فانهزم السلطان مبهوتا فأخذ نساءه وأولاده من قيسارية وسار إلى مدينة أنقورة أي أنقرة فتحصن بها. يمكن التأكد من التسميات التي تذكر مع الأسماء الحديثة هل تكون مطابقة أو لا، أي كما ذكرنا أو بخلاف ما ذكرنا. وأقام المغول يومهم ذلك مكانهم ولم يقدموا على التقدم، فظنوا أن هناك كمينا إذ لم يروا قتالا يوجب هزيمتهم وهم في تلك الكثرة من الأمم المختلفة. يعني المغول لم يصدقوا بأن كل هذه الجيوش الإسلامية العساكر اليونانية الفرنجية ومن الكرج والأرمن والعرب كل هذه الحشود انهزمت أمام التتار أمام المغول، فأقاموا في مكانهم. لكن يقول فلما تحقق الأمر انتشروا في بلاد الروم، فنازلوا أول المدينة سيواس فملكوها بالأمان وأخذوا أموال أهلها عوضا عن أرواحهم، وأحرقوا ما وجدوا بها من آلات الحرب وهدموا سورها، ثم قصدوا مدينة قيسارية فقاتل أهلها أياما ثم عجزوا ففتحوها عنوه ورموا فيها السيف وأبادوا أكابرها وأغنياءها معاقبين على إظهار الأموال، وسبوا النساء والأولاد وخربوا الأسوار وعادوا ولم يتوغلوا في باقي بلاد السلطان.